لان ظروف الناس واحوالها مش زي بعض، وفي ناس ظروفها الماديه والاجتماعيه والماليه احسن من ناس تانية، وان الحياه اللي احنا عايشين فيها ما فيهاش العداله بان الناس يبقى متساويين. الكلام ده مش موجود. دايما معظم الانتقادات السلبيه والمشاكل النفسيه بتجيلك من الناس اللي حوالين منك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج الباشمهندس. الدنيا دي فيها نوعين مختلفين من الناس، كل نوع فيهم بيفكر بطريقه مختلفه عن النوع الثاني. الغالبيه العظمى من الناس بتفكر بطريقه اسمها التراديشنال ثينكينج او الطريقه التقليديه او العاديه، اما الناس المميزه ودول اللي بيقدروا يتغلبوا على الصعاب اللي بتقابلهم في حياتهم بيفكروا بطريقه اسمها بيج ثينكينج او طريقه التفكير العميق. التفكير لوحده مش هيوصلك لاي حاجه. معظم مدربين التنمية البشرية حرفيا بيبيعوا الوهم للناس بسحر التفكير، هتقدر توصل لأحلامك وهتقدر تعمل كل حاجة، هتبقى سوبرمان وباتمان وتطلع الفضاء ويبقى عندك فلوس كتير من غير ما تعمل اي حاجة، انت بس شغل الجمجمة. لدرجة ان فيه ناس منهم في فترة من الفترات قالت لك احنا جبنا مجموعة من الباحثين وحطناهم في القطب الشمالي، تفكيرهم قدروا يقنعوا نفسهم ان هم عايشين في اجواء حارة جدا لدرجة ان هم عرقوا يا عيني من كتر الحر اللي هم فيه وهم في القطب الشمالي. طبعا الكلام ده كله ده هري في هري، وبيضحكوا على عقول الناس بالكلام ده. لازم يكون عندك هدف في حياتك ايا كان الهدف ده، صغير كبير، عايز تعمل مشروع ويكبر معاك، عايز تبقى غني، عندك مثلا موهبة وعايز تعمل قناة يوتيوب كبيرة وتبقى منتشرة ومشهورة زي قناتي كده. ايا كان هدف، الهدف ده هو اللي بيحركك عشان تشتغل وتنجح. تخيل مثلا ان انا لو قلت لك ان بعد سنة هتاخد 500 دولار او 100,000 دولار، يا ترى هتشتغل اكتر؟ لو قلت لك هتاخد ال 500 دولار ولا ال 100,000 دولار؟ لو بتحط لنفسك سعر قليل او هدف قليل وبتفكر بالطريقة التقليدية العادية، ما عمرك هتوصل لاي حاجة، لانك ببساطة بترخص نفسك. على سبيل المثال، واحد اسمه ايلون ماسك اسس وعمل شركة اسمها بيبال، باعها لشركة ايباي في مقابل 180 مليون دولار. ايلون ماسك بعد الصفقة دي بقى راجل مليونير. كان يقدر يفكر بالطريقة العادية ويقول لك انا اشوف لاي مشروع احط فيه المبلغ ده 180 مليون، زي مثلا ان اشتغل في المقاولات، اجيب لي كام مهندس وانا اروح اقعد في الفيلا بتاعتي، او اتفسح انا وعيال ساحل الشمالي، او ان اروح اجيب حتة ارض وابنيها واعملها شقق واعيش حياتي ملك. طبعا الكلام ده كله ده ما كانش من ضمن تفكير او طموحات ايلون ماسك. ايلون ماسك دور على الحاجات اللي بيحبها وعنده شغف فيها. ايلون ماسك كان مهووس بفكرة الطاقة البديلة او الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية مثلا، وكمان كان دايما شغوف وعنده حب لاستكشاف عالم الفضاء. طبعا واحد هيسمع الكلام ده وبالاخص في وقت ايلون ماسك كان هيقول الراجل ده عبيط وجاهل وما بيفهمش اي حاجة، لكن في الحقيقة انت مهما كان هدفك ساذج للناس لو مشيت وراه هتحقق حلم. وبناء على هذا الشغف وهذا الحب الراجل بدأ يشتغل على حلم، ومع الوقت والصبر والاجتهاد والعمل والمعافرة الراجل بقى عنده 3 شركات في المجالات اللي هو بيحبها: شركة تسلا لإنتاج العربيات اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية، شركة سولار سيتي اللي بتنتج وبتوصل الطاقة الشمسية أو الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية للمنازل في أمريكا، شركة سبيس إكس وهي أكبر تاني شركة بعد الشركة الحكومية في أمريكا اللي بتطلع وبتنتج صواريخ للفضاء. ال3 شركات دول بيمثلوا طموح وشغف وحب إيلون ماسك. لازم يكون ليك حلم، والحلم ده مرتبط بشغف او هواية، لازم تجري ورا الهدف ده، ومع الوقت بعد المعافرة وبعد الصبر الهدف ده او الحلم ده هو اللي هيجيب لك الفلوس. السبب اللي بيخلي معظم الناس ما بتفكرش بالطريقة دي هما 4 مشكلات: الخوف، ظروف، البيئة، والحاجات الصغيرة. الخوف بيجبرك انك تفكر بطريقة تقليدية، الخوف بيمنعك انك تعمل مشروعك الخاص بيه او انك تغير مجالك لمجال انت بتحب، تقعد تقول لنفسك
نفسك انا لو بدأت المشروع ده هفشل مع ان غيرك بدأ فيه ونجح. عشان تتجاوز الخوف وتحل المشكلة دي لازم تبقى الحل الوحيد انك لازم تبقى. طول ما انت لسه ما بدأتش هتفضل خايف وهتفضل تفكر على الفاضي. Action trumps fear، العمل يتجاوز الخوف. العمل او البدء في العمل هو احسن طريقة للتغلب على الخوف. لو خايف تبدأ مشروع وخايف من الفشل ابدأ على طول بعد ما تخطط وتدرس المشروع كويس. لو عندك موهبة وعايز تعمل قناة يوتيوب ابدأ على طول، اوعى تخاف من انتقاد الناس ليك او ان هم يتريقوا عليك. السبب الثاني الظروف، الاكسكيوزز. في الحقيقة مفيش حاجة اسمها الظروف، اللي اعرفه ومؤمن بيه حاجة اسمها مرض الاعذار، اكسكيوز سايتس. المرض ده بيصيب معظم الناس اللي بتفكر بالطريقة العادية. عقلك الباطن بيقعد يطلع لك الف حجة وحجة والف سبب وسبب عشان تكسل، ويقعد يقنعك بان ظروفك وامكانياتك ما تسمحش. انا معاك بان ظروف الناس واحوالها مش زي بعض، وفي ناس ظروفها المادية والاجتماعية والمالية احسن من ناس تاني، وان الحياة اللي احنا عايشين فيها ما فيهاش العدالة بان الناس يبقى متساويين. الكلام ده مش موجود في الدنيا، لكن خلي عندك يقين بالله ان ربنا عادل. اي نعم الحياة ما فيهاش المساواة ولا فيها العدل، لكن ربنا عادل في النهاية، عشان كده عمل جنة وعمل نار. فيبقى الحل ايه؟ الحل انك تتكيف مع الظروف اللي انت اتخلقت فيها، تتكيف مع الوضع المادي والاجتماعي والنفسي اللي انت اتحطيت فيه، وتحاول تتغلب على كل مشكلة بتقابلها علشان توصل لهدف. اوح وعافر واشتغل طبقا للظروف المحيطة بيك من غير ما تقعد تندب حالك. السبب الثالث هي البيئة. البيئة اللي احنا عايشين فيها، الناس اللي حواليك دايما يا اما بيأثروا عليك بالسلب او بالايجاب، وغالبا التأثير بيكون سلبي بشكل كبير. دايما معظم الانتقادات السلبية والمشاكل النفسية بتجيلك من الناس اللي حوالين منك. لو بتفكر تغني اول ناس هتقولك ان صوتك وحش هي الناس اللي حواليك. لو بتفكر تفتح قناة يوتيوب اول ناس هتقولك انك هتفشل الناس اللي حواليك. لو بتفكر تعمل مشروع اول ناس هتقف ضدك وتقولك يا ابني شوف لك شغلانة حلوة بدل الهبل اللي انت بتعمله ده هم الناس اللي حواليك. خلي في دماغك الجملة دي، لا كرامة لنبي في وطن. بدل ما تاخد نصيحة من صاحبك اللي قاعد على القهوة، روح دور على ناس ناجحة في مجالك واسألهم وخد منهم النصيحة، اتعلم منهم واعرف ازاي بدأوا وازاي حاولوا وازاي عافوا، وتاخد منهم الافكار والنصايح. وسيبك من صاحبك اللي قاعد على القهوة، لان ده اول واحد هيتريق عليك، اول واحد هيصيبك بالاحباط، ولو اصبت بالاحباط في بداية المشوار مش هتكمل فيه. الحاجة الرابعة والاخيرة هي الاشياء الصغيرة، بمعنى انك لو من الناس اللي دايما بتتخانق على حاجات تافهة، او بتجيب سيرة ناس من وراها، او دايما بتمسك في اي كلمة صغيرة او انتقاد سلبي، لو انت من الناس دي اللي بتهتم بصغائر الامور، اسمح لي اقولك انك هتفشل. اوعى تضيع وقتك في حاجات تافهة ملهاش اي لازمة. تجاهل الاشياء الصغيرة اللي مش هيجيلك من وراها نفع في اي حاجة. ولازم تكون شخص مستمع بدرجة كبيرة، لازم تسمع اكتر ما بتتكلم، لانك في البداية انت بتتعلم، انت مش محاضر، انت بتتعلم. لازم تسمع بشكل كبير اكبر من انت تتكلم. لو بصيت لاي مدير ناجح هتلاقيه دايما بيسمع للموظفين اكتر ما بيتكلم. Big people listen. Small people monopolize talk. الكبار يحتكرون الاستماع والصغار يحتكرون التحدث. خليك واثق ومتأكد انك اول ما تبدأ مش هتنجح وتقصر الدنيا. خليك عارف ومتأكد كويس جدا انك لازم تحاول مرة واثنين وثلاثة، والمحاولات والفشل التكراري وتحاول مرة تانية دي ضريبة النجاح، لان الموضوع مش بالساهل. ولو الموضوع كان سهل كانت كل الناس نجح، بقيت مغنيين، كانت كل الناس بقت ممثلين، كانت كل الناس بقت كتاب، كانت كل الناس بقت اغنى وما عندناش حد فقير. الموضوع مش سهل، الموضوع عايز معافي. حاول مرة واثنين وثلاثة، تفشل وترجع تحاول مرة واثنين وثلاثة، ومسيرك في وقت من الاوقات هتوصل. والمعافرة والمجاهدة والصبر على النجاح هو ده الضريب اللي انت بتدفعها، اللي غيرك ما دفعهاش فعشان كده ما وصلش، واللي انت دفعتها عشان كده وصل. مايكل جوردن بطل NBA في كرة السلة 6 مرات ورا
ورا بعض. واغلى لاعب في NBA اتطرد من الفريق اللي كان بيلعب وهو لسه سنه صغير، واتقال له حرفيا شوف لك لعبه غيرها العبها، انت مش نافع في اللعبه دي. البرت اينشتاين عالم الفيزياء المشهور والحاصل على جائزه نوبل لنظريه النسبيه، البرت اينشتاين وصل لحد سن الخمس سنين وما كانش بيعرف لسه يتكلم، ما كانش بينطق حتى. ولما وصل لسن المدرسه ودخل المدرسه، اجماع مدرسينه في المدرسه اجمعوا لان هو شخص ذكائه محدود وفهمه ضئيل للغايه، وان هو لا يصلح في مسيره التعليم والتعلم. ده البرت اوبر اشهر مذيعه في العالم والحاصله على جائزه اكثر امراه الهاما في العالم، اتطردت من شغلها كمذيعه للاخبار في احدى القنوات التلفزيونيه لان شكلها غير لائق للظهور على الشاشه وما عندهاش مهارات التحدث امام الكاميرا. وايلد ديز مبتكر شخصيه ميكي ماوس والحاصل على 22 جائزه عالميه، كان شغال في صحيفه بيكتب قصص للاطفال واتطرد منها واتقال له ان انت خيالك ضعيف في القصص اللي انت بتكتبها وانك مش نافع في الشغلانه دي. ليونيل ميسي نجم نادي برشلونه والحاصل على لقب احسن لاعب في العالم كره القدم لاكثر من مره، في سن 11 سنه اتطرد من الفريق اللي كان بيلعب فيه بعد ما تم تشخيصه ان هو عنده نقص في هرمون النمو، وده اللي خلاه اقصر من اغلب الاطفال اللي كانوا في سنه، فعشان كده اتطرد من النادي اللي كان بيلعب. ستيف جوبز مؤسس شركه ابل، مؤسس شركه ابل وشركه بيكسار العالميه، اتطرد من شركه ابل اللي هو اسسها بنفسه بحجه ان لسه سنه صغير وما عندوش مهارات الاداره. وبعد ما اتطرد باعوام قليله، شركه ابل كانت على وشك اعلان افلاسها بسبب سوء الاداره اللي جواها، ولكن مين اللي رجع انقذ الشركه؟ هو ستيف جوبز. رجع انتشل الشركه من الفشل اللي كانت فيه وبقدرته الجيده اللي هم كانوا بيتهموه انه لسه عيل صغير مالفش في الاداره، قدر يوصل بالشركه لاكبر شركه عالميه دلوقتي في المجال التقني، شركه ابل. توماس اديسون مخترع المصباح الكهربائي تم طرده من المدرسه واتقال له ان هو غير نافع لتعلم اي شيء، اتقال له بمنتهى البساطه انك فاشل. فشل في 1000 محاوله لاختراع او لعمل المصباح الكهربائي، ولكن مع الصبر والمعافره والمحاوله قدر يخترع المصباح الكهربي ويخلد اسمه في التاريخ. ما تخليش حد يقنعك ولا يملى دماغك بانك فاشل، الفاشل هو اللي فعلا بيستسلم للكلام ده واللي بيصدق الكلام ده على نفسه. ربنا خلقنا كلنا في الكون بامكانيات متفاوته عن التاني، لكن ما تنساش ان ربنا في الاول وفي الاخر عادي، مستحيل يظلم شخص على حساب شخص اخر. انت ناجح في المجال ده وغيرك ناجح في المجال ده، دور على الحاجه اللي بتحبها واللي هتطلع شغفك فيها، حاول تنميها وتجري وراها، اكيد هتنجح في يوم من الايام. اهم حاجه في الموضوع انك تبص لنفسك، شايف نفسك وشغفك في ايه، شايف انك ممكن تنجح في ايه، هل انك تبقى كاتب، هل انك تبقى مغني، هل انك تبقى ممثل، هل انك تبقى صاحب قناه يوتيوب، هل انك تبقى تاجر، تبقى موظف في شركه، ايا كان شغفك واهتمامك لازم تدور عليه، تعرف هواياتك كويس وتحاول تحقق حلمك في الشغف والاهتمام ده، لان هو ده اللي هيبقى مصدر رزقك في يوم من الايام، هو ده اللي ممكن يجيب لك فلوس بعمرك اتخيلتها في يوم من الايام. الفشل هو اول طريق النجاح.